عنوانكم، نشكر لكم هذا الحضور. وكما تابعتم في شخصي أستاذنا الكريم الذي نرحب به مجددا، لاحظتم أن الشبكة تضم يعني مجموعة من الصحفيين، مجموعة من المهتمين أو المختصين في السياحة، مجموعة من خريجي ماستر السياحة وكذلك خريجي المعاهد الصحفية. المشترك فيما بين الصحافة والسياحة وهو توظيف القطاعين من أجل تنمية مفهومها العام والشاملة. التنمية التي يريدها المغرب هي في نفس الوقت التنمية العالمية، تنمية الأمم المتحدة بمبادئها العشر. فبالتالي سنعمل على توظيف السياحة لخدمة الصحافة وكذلك توظيف الصحافة لخدمة السياحة، وكلاهما لخدمة التنمية والجميع لخدمة الإنسان. غير أن المشاكل كثيرة، الصحافة كما تتبعتم الكثير من النقد يوجه إليها، خاصة الصحافة ما تسمى الصفراء، والسياحة كذلك تعاني من مجموعة من المشاكل والإكراهات. يقع علينا نحن المجتمع المدني، نحن المختصين في المجتمع الأكاديمي، أن ننهض بهذه المسألة. الجمعيات هي شركة الدولة في العمل من أجل التنمية، فبالتالي نتمنى أن يكون نجاح حليفنا وحليف كل الجمعيات الوطنية والدولية المختصة في السياحة أو الصحافة.